السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. اتمنى يكون الفيديو اللي فات واضح ليكم. اتمنى يكون كل الاسئله جاوبناها. اتمنى يكون كل الافكار المتعلقه بهدوب اساسياته كلها وضحت وجاوبت، واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالفيديو. النهارده معانا اول جزء في الهدوب، اول جزء هنبدا نشرحه في الكومبوننتس بتاعت هدوب. احنا قلنا المره اللي فاتت ان هدوب فيه تلات كومبوننت اساسيين. اول حاجه هدوب ديستريبيوتد فايل سيستم، تاني حاجه ماب ريديوس، تالت حاجه يارن. طيب اول حاجه نشرحها هو هدوب ديستريبيوتد فايل سيستم. هدوب ديستريبيوتد فايل سيستم ده عباره عن يعني هو زي ما قلنا بكده، هو الستورج لاير او الستورج سيستم بتاعت هدوب. هو مسؤول عن تخزين الداتا او حفظ الداتا في اي هدوب كلاستر. هتقولي طب ممكن هدوب يتركب مع SS3؟ ممكن هدوب يتركب مع جوجل فايلز، ممكن، بس الديزاين بيختلف. ما بنسميش بيور هدوب، بيبقى ليه مسميات تانية. بس هدوب حتى لما تيجي تعمل هدوب على كلاود EMR بتلاقي لا، ان هدوب غالبا بيبقى بيطلع معاه HDFS. ممكن later on تنتجريت مع حاجة تانية low cost storage زي SS3 والحاجات دي. بس احنا بنتكلمات على هدوب abstract بدون ما نتكلم عن حاجات تانية، عشان الناس دايما تقعد تسألني على الكلاود والحاجات دي. بس خلينا نفوكس دلوقتي على هدوب، وهنتكلم ليتر اون على موضوع الكلاود. طيب حاجه تانية في هدوب، هدوب بيسبليت الداتا لبلوكس. يعني انا لو عندي فايل 5 جيجا مثلا، هدوب بيقسم الفايل ده لبلوكس. البلوكس دي ليها اكتر من سايز، قد تكون 64 ميجا، 128 ميجا، 512، على حسب ديزاين. اون افريج غالبا دلوقتي بيعملوه 128 ميجا، في ناس تعمل 56، بس ممكن 512، بس غالبا بيكبرهوش عشان حاجات هنتكلم في الماب ريديوس بعدين. بس غالبا في الاخر يعني انت ممكن تغير الكونفيجريشن دي في اي كلاستر عادي. طيب حاجه الحاجه كمان ان كل يعني دلوقتي انا عندي فايل، نفترض خلينا نقول مثال بسيط 128 ميجا، واحنا عندنا الكونفيجريشن بتاعتها 64 ميجا، يعني بلوك سايز بتاعها 64 ميجا. فكده الفايل 128 ميجا ده متقسم تو بلوكس. حلو، كل بلوك من البلوكات دي هدوب بيريبليكيتها 3 مرات. يعني كل بلوك بتبقى موجوده 3 مرات عندي على الكلاستر. طيب التلات مرات او التلاتة بلوكس دول بيبقى ايه فكرتهم؟ او احنا بيبقى عندنا ليه هدوب بيعمل كده؟ هو عشان هدوب بيديستريبيوت البلوكس دي، كل بلوك من البلوك دي على كلاستر على تلاتة نوز مختلفين، عشان لما يجي يعمل بروسيسنج ممكن يا اما يبروسس البلوك دي او دي او دي. حلو، طيب عدد، هل هو بيعملهم تلاتة يعني ده باي ديفولت؟ بس هل هو ممكن يعملوا اكتر من تلاتة؟ ممكن اكتر، ممكن يعملوا اقل. بس برضه فكره ان يعملوا اقل من تلاتة اتنين دي ريسك شويه، بس ستيل هو بيعملوا لازم يريبليكيت، مش هينفع واحد بس، مش هينفع برضه ان هو يكون 10 برضه، لان حجم ده كبير. هو ستيل احنا شغالين على لو كوست ستورج، ده هارد ديسك عادي، بس برضه مش هينفع ان انا اعملها، ما هو عشان هو هارد ديسك عادي مش هاي بيرفورمانس ستورج مثلا، ممكن يحصل فيليا لجزء من الداتا دي. فمش عايز ما يحصل فيليا الداتا نفسها تضيع، لا بيبقى كوبي من الداتا ضاعت بس عندي 2 كوبي غيرها، وساعات في ناس بتعمل 4 كوبي. بس ستيل هي نسبه يعني انا بقعد افكر كده، انا عندي مثلا كل يوم 10 تيرا بايت اوف داتا، فانا عملت ريبليكيت في 3 بقى عندي 30 تيرا بايت اوف داتا. طب انا ممكن اعمله 4، هزود الريبليكيشن بس كده بقى عندي ستورج اكتر. فهي غالبا 3 هو النسبه الافضل، وهنتكلم بعدين في حته كده ازاي التلاته بيتوزعوا. تمام، طيب اوكي، التلاتة موجودين غالبا على 3 different nodes. طيب هل التلاتة nodes دول بقى من ضمن برضه best practice في الحتة دي، وهنتكلم عليها بعدين. تلاقي nodes دي بيقولك انا هخلي 2 nodes فراكس، راك واحد مثلا ونود فراك تانية. ليه؟ او في مكان تاني ليه؟ عشان لو انا حصل عندي ان في راك وقع ولا حصل في مشكلة، ستيل يبقى عندي كوبي افيلابل من الداتا دي، ما يبقاش حاطط زي بيقولك ايه بيدخل في سلة واحدة، فلو كسر الداتا كلها تضيع يعني. طبعا بقى في ديزاين على حسب بقى السيت اب، لو انت في انتربرايز ليفل هنتكلم عن الموضوع بعدين برضه، بس كل انتربرايز ليفل بقى ليه ديزاين للحته دي. طيب طيب احنا الجزء ده خلاص خلصناه. طيب حاجه كمان او النقطه الاخيره اللي هي بتاعت النيم نود دي، ان النيم نود غالبا هي بتبقى مسؤوله. احنا ما شرحناش ايه النيم نود، هنشرح دلوقتي النيم نود هي ايه. بس خلينا نقول النيم نود دي هي
الهدوب في كلاستر بيبقى في حاجه اسمها نيم نود، زي ما شرحنا في الفيديو اللي قبل اللي فات واللي قبل قبله، ان في عندنا حاجه اسمها مانجمنت نود اللي هي النيم نود، بنسميها اسم تاني النيم نود، وعندي داتا نود حلو اللي هي كومبيوتيشن نود. النيم نود او مانجمنت نود دي هي بتبقى عارفه المكان اللي متخزن فيه الداتا دي، كل مثلا فايل ده متقسم كام بلوك، كل بلوك حجمها قد ايه، وموجوده في انهي نود، اللوكيشن بتاعها فين. دي اسمها ميتا داتا، الميتا داتا بتاعت الداتا بتاعتي متخزنه فين. وهي النيم نود مش بتخزن الداتا، الداتا متخزنه على الداتا نود، بس النيم نود عندها المعلومه فين الداتا دي. اوكي طيب، الرسمه دي نقف كده نفكر فيها ونبص عليها كده بهدوء جدا، عشان هي هتاخد مننا شويه وقت عشان ايه نكون هي فيها كل الفيديو ده في الرسمه دي. طيب انا هنا انا ككلاينت، انا كمصطفى كلاينت اللي هو يعني اليوزر، عندي فايلين، فايل اسمه سيلز مش عارف بتاع يوم 21/5، وفايل تاني بتاع سيلز سي زي برضه 22/5. حلو، الفايل ده 502 ميجا بايت، وفايل ده 768 ميجا بايت. طيب انا هفترض ان البلوك عندي في السيستم 256 ميجا بايت. حلو، فاللي يحصل ايه، الفايل 502 ده اول فايل هيتقسم 256، تاني فايل هو اقل من 256 فهيتحط فيه داتا اقل من 256 اللي هو 246، هيبقى هنسميها مثلا بلوك 1 هنديها اي دي 1 وبلوك 2. هل طيب اللي يحصل ايه، بلوك 1 دي لما نيجي نحطها على هدوب هنبقى اتش دي اف اس ده هنا يعني ده كده هنرمز له ب الكلاستر بتاعنا. كده هفترض ان عندي نود اي بي سي دي اي اف بقى ليهم اسامي، وعندي راك اللي هو اللون الازرق الغامق ده راك 1 والازرق الفاتح ده راك 2. فانا هنا عامل النود رقم 1 اللي هي البلوك رقم 1 اللي هي بالبلو دي، هي ده موجوده في النود A ونود B حلو ونود C او سوري نود D. فكده خد بالك عندي 2 ريبليكا من البلوك دي في نود A و B و1 ريبليكا في D. فلو الراك ده كله وقع عندي ستيل باك اب هوت. طب انت ما هتحطهم في نفس الراك وخلاص؟ والله لو انت واثق حط، بس ما فيش حد بيعمل كده، بيعمل بيتوزع بالشكل ده. هدوب دي ميزه دوب بقى، انت يا دوب بس بتقول له انا عايز عايز تات ريبليكا، انا عايز انا عايز مثلا البلوك تكون 56 64 ميجا بايت، انا عايزها تكون عامله ازاي. هو هدوب بيوزع بيعمل كل الكلام ده لوحده، دي ميزته اي بي اي كونفيجر، كل حاجه سهله جدا تقريبا، اكس ام ال فايل هتلاقيه سهل قوي. طيب نفس الكلام 2 هتلاقي ان هي موجوده في اي وبي وإي. فايل مثلا التاني ده بيبقى موجود ان هو هو اتقسم 3 عشان هو الفايل ده مقسمنا الرقم ده على 3، تلاقي 3 256 هتلاقي هو متقسمها في سي اي دي هكذا. طيب الفكره في ايه بقى؟ النيم نود اللي هي النود الرئيسيه او مانجمنت نود بمتخزن الداتا عامله ازاي؟ والله بيقول لك اهو انا عندي بيبقى في حاجه ميتا داتا، ميتا داتا دي بيقول لك ايه ان شكلها عامل ازاي، بيقول لك ان الفايل ده متقسم بلوك 1 وبلوك 2، فايل مقسم 3 4 5، وعندها انت بتقول انا عايز الفايل فايل مثلا 1، هي بتروح جايبه بتقول لك انا انت عايز ايه من فايل 1، عايز مثلا فايل كله. اوكي طيب يبقى هتروح بلوك 1 موجوده هنا وهنا وهنا في اي بي ودي، وبلوك 2 موجوده في اي وبي واي. طب نود اي مشغوله اروح للبي، نود بي مشغوله هنا اروح للاي، فكده اروح للبي والاي هكذا. ودي فكره سهله جدا، دايما تكون فاهم ان الريكوست دايما تعوز تجيب داتا، اول حاجه عشان يعرف الداتا فين بيروح النيم نود. نيجي نتكلم في مره جايه عن اليارن، هنسال اول سؤال نساله لما عاوز اجيب داتا عشان اعمل بروسينج، هروح لمين الاول؟ هروح للنيم نود اعرف الداتا دي فين، فين الداتا سمحت انا عايز الفايل ده فين الداتا، تقول لك في النودز دي عشان اروح اعمل بروسينج، او يفضل اعمل بروسينج انليس ان النود دي تكون مشغوله يعني. اوكي الناس واضحه، عندنا عندنا فايلين، فايل ده متقسم بلوكات، طبعا 100 فايل نفس الكلام، كل بلوك موجود على نود مختلفه تحت كلاستر واحد. ممكن يبقى عندي 50 راك 60 راك، ممكن يبقى عندي طب واحد يسألني سؤال تاني، هل ممكن اخلي نو يعني بلوك يعني كل بلوك في راك مختلف؟ ممكن. طب ليه بياخد له برضه دي حته يعني تكه سنه يعني، وهي مش رول يعني، بس في ساعات يقول طب ما ليه بيخلوا ساعات ان تو بلوكس موجوده على نفس الراك؟ ليها فكره ان احيانا نفس البلوك دي انا بعمل بروسيسنج على البلوك دي، وانا محتاج اعمل موفمنت للداتا، فبروح للنود قريب منها، مش محتاج ان انا اروح للنود تانية بعيده، او مش محتاج ان انا دايما موف الداتا بشكل ابعد من بعضها. انا يعني افترض ان انا مثلا اديكم مثال، انا بعمل بروسنج للفايل اللي هو الاولاني ده، وانا بعمل ميرج او بعمل اجريجيشن للداتا اللي في فايل 1 وفايل 2، فانا الداتا لو انا اوريدي انا عارف المعلومه دي والنود رقم ايه موجوده مثلا، فممكن اروح النود رقم ايه وبروس الداتا على النود رقم ايه
اللي هي 1 و 2 او 1 من هنا و 2 من هنا. لكن لو انا 1 مثلا موجوده هنا و 2 موجوده في فايل تاني في فراك تاني والداتا كلها متوزعه بشكل بعض بالشكل ده، فيحصل شويه موفمنت اكتر للداتا. فغالبا لو انا مش محتاج ان انا يعني ريسك عندي مراكس وديزاين بشكل ده، بيبقى اسهل ان انا مش محتاج اموف الداتا كتير، بيبقى الداتا موجوده كلها في نفس الراك، فده بيبقى اسرع شويه. طيب سؤال بقى برضه انا عارف بيلف في دماغ الناس دلوقتي، طب هل انا بقى محتاج ان انا كل مره ان انا اقعد افكر الموضوع، مش عارف الموضوع انت بس بتقول له هنشوف بعدين، اللي هو فايل مثلا تقول له هدوب اتش دي اف اس دي اف اس بوت الفايل ده، هو بيحط مش انت مش محتاج تعرف المعلومه دي فين، انت تعوز تجيب الفايل ده بتديه الباس وهو بتديه الباس، انا عايز مثلا الفايل نيم ده او الفايل ده، او تقول مثلا عايز اي 2021 استريك كده، وهو يجيب لك كل الداتا دي، فانت مش محتاج تعرف كل التفاصيل دي، هو بس انت بتعرف المعلومه دي وانت هدوب بيمانج الكلام ده. طب ليه انا بخش على التفاصيل دي؟ ما هو برضه مش هضيع وقتكم يعني، لا عشان نيجي نشرح مثلا يارن او نشرح ماب ريديوس نفهم الداتا موجوده ازاي، لان حتى سبارك لما نيجي نتكلم على سبارك بعدين او كافكا هنفهم ان هي الموضوع كله نفس الاركتكشر نفس الفكره دي، سبارك بيروح يجيب الداتا ازاي، هي نفس الطريقه بيروح يجيب ماب ريديوس الداتا. اوكي طيب احنا قلت معلومه كان فوق سلايد دي تكون قبل السلايد اللي فات دي، بس مش مشكله. هدوب الكلاستر بيبقى موجود ايه، في داتا نودز ونيم نودز. النيم نودز دي هي مانجمنت نود او اللي بيسموها العقل المدبر. في بعض الكتب القديمه اللي اسمها ماستر نود، وهي ستيل موجوده في حاجات كتير اونلاين ماستر نود، بس في توجه لالغاء كلمه ماستر عشان شايفين فيها تفرقه عنصريه يعني عامه. والداتا نود في ناس سماها سليفز، في ناس سماها وركرز، هتلاقوا اسامي كتير، فبس ستيل بيشيلوا سليفز دلوقتي وبيخلوها داتا نودز او وركرز او كمبيوتيشن نود. اوكي النيم نود هي الديمون بتاعها بيبقى ران كل يعني طول الوقت. الديمون ده سيمبل بروجرام بيشتغل على النود ولازم يبقى على طول شغال وهي افيلابل. طب عشان هو هي افيلبل في النود دي وقعت الدنيا هتقع، لا على الكلاستر غالبا بقى فيه اتنين واحد بيبقى اكتر، بس يعني اتليست اتنين نيم نود، واحد اكتف واحد ستاند باي. وقت ما النود دي يحصل لها حاجه بنروح على ستاند باي. هدوب بي رايت 1 يعني انت ما ينفعش تخش في هدوب تعدي الفايل، هو فايل بيكتب في مره واحده وخلاص. هتقولي طب افرض انا عندي فايل 1 ميجا او يعني داتا 1 ميجا صغيره، دي مشكله كبيره، ودي مشكله تكه كسب بتساعد في الانترفيوهات. يعني انا دلوقتي عندي داتا صغيره، هل هستخدم هدوب كافضل كيس ليها؟ لا ده مش افضل كيس ليها، هدوب اوبتمايز للداتا الكبيره تيرابايتس بيتابايتس اوف داتا. طب لو عندي مشكله ممكن نواجه مشكله، طب ايه المشكله؟ هنشرحها بعدين ليتر، مش دي مشكله دلوقتي، هي يعني حته تفصيليه شويه. بس انا حاطط لينك ده لو انتم مهتمين يا ريت تبصوا على اللينك ده اللي هو من كلاوديا بيشرح ايه هي السمول فايل بروبلمز. دي مشكله مشهوره جدا مش في هدوب بس، في معظم الديستريبيوتد فايل سيستمز. اوكي طيب عشان اكس اتش دي اف اس قلنا في الاخر هو اي بي اي او سوفت وير، فباكسس اي بي اي، ولازم نفهم الحته دي كويس جدا. اتش دي اف اس في الاخر هو ايه؟ هو في اي بي اي باكسس اتش دي اف اس عن طريقها، يعني اي حد لو انت بتاكسس من الكوماند لاين انت بتخش عن طريق الاي بي اي دي، لو بتاكسس ماب ريديوس بتخش عن طريق الاي بي اي دي من سبارك اي بي اي دي. لو انت فاهم الحته دي كويس لما يقابلك مشكله تبقى عارف فين المشكله، انت فاهم مشكلتك في الكود بتاعك في سبارك ولا في ماب ريديوس ولا الفايل مش موجود فين المشكله، انت لازم تفهم ان في اي بي اي، انت لازم كده كده الكود بتاعك يكلم الاي بي اي دي بعد كده يكلم الداتا. طيب في اكتر من فانكشناليتي موجوده على في هدوب، يعني سوري عشان انت في الاي بي اي دي عشان تعرف ايه الكوماندات الموجوده هحط لك اللينك بتاعها، احنا نشوف بعدين تلاقي بوت كات مش عارف موف سي بي كوبي، معظم الكوماندز دي هي موجوده وده اللينك بتاعها، وهتعرفها بعدين لما توصل تسيرش قول انا عايز مثلا كوبي داتا من مكان لمكان في هدوب هتلاقي ان في كوماند جاهز ليها يعني. والكوماند ده بما انه اي بي اي فانت ممكن تعمله عن طريق شيل او عن طريق كود جافا او اي لغه ثانيه. في حاجه اسمها اف اس شيل ممكن تسمي كوماند لاين، ده من الاخر انت بتكتب زي كوماندز على الشيل وهو بيكلم اي بي اي دي ماشي، او تكتب جافا ماب ريديوس او سبارك بروجرام بيعمل كوبي او بيموف الداتا، نفس الفكره دي بالظبط. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع ال اتش دي اف اس. نركب كده بسرعه، احنا اتكلمنا على ان اتش دي اف اس ده ديستريبيوت فايل سيستم، هو بيشغل مع هدوب بيديستريبيوت الداتا، بيقسم الداتا شويه بلوكس، كل بلوكس لها سايز محدد، بيريبليكيت ده اكتر من نود،
باي ديفولت 3، واتكلمنا ان نيم نود هي بتخزن معلومات فين الداتا وده تيمة قرارات ايه، وشرحنا في اخر معلومة او اخر نقطة اتكلمنا فيها هي خصائص بتاعت اتش دي اف اس، واتكلمنا ان هدوب او اتش دي اف اس ديزايند لل large files مش small files، في حاجة اسمها مشكلة اللي هي اسمها small file problems، وختمنا ان HDFS في الاخر في فوقي API، الـ API دي هي بتساعدنا عن access HDFS، وان الـ API دي ممكن تكون عن طريق shell او ممكن تكون عن طريق Java او MapReduce او Spark ايا كان، في اكتر من طريقة تشوفها بيها. اشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم مرة جاية في فيديو بيتكلم على اليارن. السلام عليكم.